أخبار اليوم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في برنامج فتاوى أخبار اليوم. سؤال اليوم عن حكم صيام 6 أيام من شوال ومدى مشروعية التتابع في صيام هذه الستة. الله عز وجل فرض صيام رمضان وجعله شهر خير وبركة، ثم جعل شهر رمضان كعبادة يسبقه نافلة ويتبعه نافلة، فجعل صيام في شهر شعبان كالنافلة القبلية لرمضان، وجعل صيام 6 من شوال كالنافلة البعدية لصيام رمضان. ولعل في هذا الملمح ما نراه من أن اليوم في الصيام يعادل 10 أيام، انطلاقا من قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. فإذا نظرنا إلى شهر رمضان، هو شهر يعادل 10 شهور، و6 أيام تعادل 60 يوما، يعني تعادل شهرين، فيكون المجموع أن من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال كأنه صام 12 شهرا، وبذلك يحصل له صيام الدهر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. والله أعلم. السؤال هنا: هل يشترط أن تتتابع هذه الأيام؟ يعني هل يشترط للإنسان المسلم أن يتابع بين الأيام الستة عقب رمضان مباشرة، أم أنه يجوز له أن يصوم مثلا هذه الستة كل 2 وخميس، أو يصوم مثلا 3 البيض في وسط الشهر، أو يصوم على أي كيفية؟ طبعا هذا من المباحات التي تسع المسلم أن يطبقها في أي وقت متى أراد ومتى استطاع. إن استطاع أن يصوم 6 متتابعة عقب رمضان مباشرة فهو أولى، لأنه التعجيل إلى طاعة الله عز وجل من الأولويات التي لا ينبغي أن تترك. وإن أراد أن يفرقها على الشهر كله فهذا أيضا جائز ومباح. والله أعلم، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.